هيك كانت أجواء الريد كاربت بالدورة الثالثة من الأمي جالا بدبي، واللي حضرها عدد كبير من المشاهير والشخصيات المعروفة المهتمة بالموضة وعالمها. وهالعام الجائزة حملت اسم الفنانة العالمية داليدا، أما النجمة العربية اللي كرمها المهرجان كأيقونة بعالم الموضة فكانت نوال الزغبة. أول مرة بتكرم كإنترناشونال فاشن آيكون، هيدي الجائزة كتير بتعني لي، وبحب لكم لو ما كنت بغني أكيد كنت فاشن ديزاينر. نوال وصلت لحفلة التكريم بالهليكوبتر، والزميل فراس حليم كان عم بيرفقها، والفرحة بهالتكريم كانت كبيرة، خاصة انه الموضة بتعني لها من هي وصغيرة، بحسب ما قالت لفراس اللي بلش لقاؤه معها بطريقة عفوية. انا اول مرة حس حالي مناسب بوقف حدك اليوم، عجبني اليوم الفستان تقريبا قدك. ألف مبروك تكريم، عم تتكلمي بدبي اليوم كفاشن آيكون، وأنت النجمة اللي على مدى سنوات طويلة سحرت الناس بلوكيتك وإطلالاتك، غير الأغاني والفن والأرشيف، كنت دائما هيك مصدر إلهام لكل السيدات العرب. الفاشن خلق معك صراحة. أنا وقت ما خلقت بحب الموضة والفاشن، وكل يوم بشوف شو بدي ألبس، وحتى إذا لبست الجينز وتي شيرت لازم يكونوا غير عن الكل يعني، وهذا شيء خلق معي. وأنا يمكن لو ما كنت بغني أكيد كنت فاشن ديزاينر يعني. بالنسبة لكتار، نوال الزغبة هي الأيدل لقلهم بعالم الفاشن. طيب من هي الفاشن آيكون اللي أثرت بنوال من طفولتها؟ أنت فاشن آيكون لكتار، مين فاشن آيكون تبعي؟ كذا حدا، سمي لي. صباح الشحرور الله يرحمه، أكيد كانت رمز الموضة والأناقة، وكنت حب كتير داليدا. بقى يعني من أنا وصغيرة بعشق الموضة، كنت أشتري مجلات وخزق الصور وخبيهم، قول أنا بس أكبر بدي أعمل مثلهم. نوال اللي ظهرت بمئات الفساتين واللوكات خلال مسيرتها، كتار بيسألوا شو بيكون مصير هالفساتين بعد ما تلبسهم. الناس كتير بتسأل انه على مدى هالسنين هالتياب كلهم وين صاروا؟ عندي اوضة لقلن. عندي اوضة لقلن، كلهم موجودين. في اشياء غالي كتير على قلبك يعني متعامليها بطريقة شوي سبيشل من حفلات معينة بتعرفي هيدا؟ ليك هن غاليين سبيشل على قلبي وغاليين كمان. في ثروة مصروفة على ثروة عن جد. اصلا كانوا يقولوا بالكواليس الوسط الفني انه نوال دايما بتحب تشتري فساتينها، ما بتحب كانت تلبس فستان وترد، وتحب تحتفظ فيه. بحتفظ كلهم عندي هون، وبتطلع هيك بفوت على الغرفة اللي كلها تياب قول واو عن جد. التاريخ بيمرق هيك بلحظة، يعني هيدا كنت هون وهيدا كنت هون، وهيدا الفستان لبسته بهيدا الحفلة بهيدا البلد، يعني شيء حلو. نوال كانت دعمة أساسية لعدد كبير من مصممي الأزياء اللي حققوا شهرة واسعة بسبب ارتدائها لتصاميم من بداياتهم وحتى اليوم اللي صاروا فيه مصممين عالميين. كم مصمم أزياء حاطين صورتك بالأتوليه تبعهم لأنك انت وجه الخير؟ يعني اليوم في ناس صاروا منقول قبل اسمهم المصمم اللبناني العالمي، عدة أسماء صراحة. انت بلشوا معك أو معك شعو لمعوا؟ ليك هو أنا أول ديزاينر عملت معه وكملت أنا وياه بنفس الدرب مثل ما بيقولوا، هو المصمم إلي صعب، وعندي مجموعة كتير كبيرة من توقيعه يعني. بس ما رجعته بعدين خلص لبسته كل شيء؟ إنه إيه تقريبا يعني إنه 20 سنة سوا وأكثر كمان، شيء 22-23 سوا سنة سوا، هيدا الشيء بيخليني إنه جرب غير، عرفت؟ بس هو أكيد مصمم عالمي ومهم كتير. نحن بس نقول فاشن آيكون ما بنحكي بس عن اللوكات، بنحكي كمان عن الشعر والميك أب اللي كمان أنت كنت دايما ملهمة فيهم، إن كان بالشعر كان تسريحة شعرك على طول تصير ترند وتصير موضة والناس كلها تصير تطلب تعملها، وفي أسماء كمان من مزينين الشعر عرفوا وانشهروا وعملوا اسم بحياتهم كانت وراهم، ونوال الزغبي وجه خير عليهم. ايه بس في منهم ما رح اذكرهم، ما بيستاهلوا، و
مثلا انا فيكتور كيروز من اول بدايته كان يتمرن بشعرات فيكتور، كان بعده كان صغير وكان مبلش جديد ويعني وسفرات كتير يعني اللي تمنيته هو كان عمل لي شعراتي، وبعدين قررت انه يكون هو المواكب المسيرة الفنية، لأنه فيكتور شاطر بكل شيء يعني بيعرف الوش وبده الشعر قصير طويل أشقر. طيب يا نوال، عرفنا قصة الفساتين والشعر، بعد في الميك اب، وكتار ما بيعرفوا انه نوال بتصير تعمل ميك اب لنفسها بمعظم اطلالاتها. خلينا نقول بعد كمان انه بما انه اليوم اللقاء جمالي بما انه عم تتكرمي كفاشن ايكون، انه 70% من اطلالات نوال الزغبي الميك اب بيكون انت عملتيه. صح. ليه؟ مع انه ريتشي غريب بحبه كتير وكتير شاطر، اوقات ما بيقدر يسافر عنده ظروف بقى انا بعمل مكياج. اي بس خلال مسيرتك ريتشي حبيبنا اكيد، بس خلال مسيرتك الطويله كمان في كتير ميك اب ارتست بلشوا معك ونجحوا معك، ولكن كان دائما التاتش الخاصه فيك يعني ما بتحمي هم انه انا بفضل اعمل. قديش بياخذ من وقتك هذا الموضوع؟ بتفتحي بتشوفي سوشيال ميديا، بتعرفي شو عم بيدرس، شو عم مثلا في مره قلت لك نونا هذا اللون ما حسيته كتير حلو، قلت لي روق رح تشوفه بعد فتره صغيره ترندي، وفعلا بعد يمكن شي شهر صار كل الناس عم تلبس منه. كيف بتكتشفي ولا بتتابعي ولا ليك؟ هلا في اشياء بتصير ترندي انا ما بتعجبني، بحسها يعني كثير مستهلكه كثير. بحب الترند انا اللي بضل محافظ على قيمته، هيدي النظره اللي انا عندي اياها يعني. من هيك لما بلبس قطعه بتلاقي العالم بتحبها كثير ومش موجوده، هيدا اللي بحبه انا يعني. انا مثلا بروح لحتى اعمل شوبينج بعرف انه هي القطعه كثير حلوه بس كل العالم بتعملها ما بتخدها. أثناء اللقاء سألنا نوال إذا حامل هام حجم فستانة الكبير، خاصة بعد ما وقعت صديقتها شيرين عبد الوهاب على المسرح بدبي. مش خايفين يصير فيك مثل ما صار مع شيرين لأن فستان كبير؟ ولا ممكن كثير يصير معي مثل ما صار مع شيرين ليك وأكتر كمان، هذا كبير يعني. أنا هلا هذا مخبى يعني، أنا ممكن يكون في شيء اتفركش فيه مش مبين. مرة بالزمن وقعت بشرم الشيخ، كان عندي مهرجان وكانوا تركين محل الضو، مش حاطين ضو ودهنينه مثل المسرح اسود، ما شفته كتلات فستان كبير غطى. انا وماشي وقعت فاتت اجري يعني، كانت كسرت اجري عن جد ومش هالحال. بس حبيت تدعمي شيرين وصرت اسمع انه يي نوال شو بها، اكيد شرباني شيء، اكيد اخذي شيء، اكيد بقى هيك بصير مع الفنان. قصة الشرباني شيء رمضان مش عارف والله رمضان ما بعرف ليش اللي بيسمعهم بيقول انا كل يوم ما بقدر الا شيء انينه يعني. ليك بالنهايه كل واحد حر بحياته الشخصيه، بس التبلي مش حلو. والقصة بين نوال وشيرين ما خلصت هون، فنوال كتبت لها تويت دعم واتصلت فيها، وكان في صديق مشترك جمع بينهم على التليفون بعد فترة من الغياب. لا في خبرية مهضومة. شو؟ مش في فنانة صديقتك كنت مع ديزاينر وفرجاكي انه بتبعت له الفساتين؟ نيكولا جبران. شيرين صاحبتي كثير وكثير بتسالني مين بعمل عند مين بعمل شعرات، بتاخذ رايي، بتحب رايي يعني وذوقي مكياجي. نوال بدي البس مين مخرج كليب يعني بتسال. بقى كنا نحن ونيكولا جبران تحيه لإله بيقول لي ليك شيرين شو بعثت لي صور، بدها فساتين لحفلاتها الجديد كلهم فساتين. I love her وحمد لله على سلامتها. صار في تواصل بيناتكم على كل حال؟ حكيت اكيد حكينا. انا شيرين بحبها كثير يعني. ناطرينك بامستردام، عارفين انه رح يكون نجاح كبير ان شاء الله. انا كثير متحمسه. وبعد هون رايحه عندك عرس بمصر كمان، فنشاطاتك كثيره والصيفيه جايه وان شاء الله الحفلات كثيره كمان من نوع الفانز. مرسي لكم وثانك يو لتكريم الامي غالا انترناشونال فاشن ايكون. لقائنا مع نوال ما خلص هون، فإله جزء ثاني بنحكي خلاله عن اغنيتها المنتظره ريتو وعن كواليسها وتفاصيلها، فانطرونا.
لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم، زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.